effectivement هو هذا الزكام يكون لو بيك يعني اقصى العدد تاع المرضى يكون يعيطوا له لي مالادي اوتونو ايفيرنال يعني في الخريف والشتاء لعده اسباب هي اولها هي تغير في درجات الحراره في كاش يقولوا في الكليما مع انه دكتوره في هذا مؤخرا في هذا الموسم ما تغيرتش بزاف درجه الحراره ما حسيناش ببروده الجو اللي تليق هل هذا نقدر نقول انه هذا التغيير في المناخ راح حتى ياثر في 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 مناعه الانسان في تقبل بالعكس هذا لو فات اللي ما كاش تغيير كبير هو يؤدي للناس اللي تعري وتلبس موالفين حنا كي يبدا شهر اكتوبر نلبسوا حتى لجانفيي فيفريي دوكا ولات كيما الايامات اللي جازوا الشتاء لبسنا ومن بعد تيكنحوا ومن بعد نلبسوا هذا تؤدي صديق سافراجيليز سورتو الاطفال خاطر واحد كبير يعرف يلبس ما ينحيش يشد صديق يلبس حاجه سخونه صباح من الدراري كي تبعثوا للمسيد يلبسوا ينحيها يوم يعرف ما يقدرش يقاوم وهذا يؤدي الى نقص من يعني من المناعه فوالا هذه الاولى الحاجه الثانيه هو انه مرضنا مدة سنتين كورونا صح وحاربناها كما قدرنا ودارت واش دارت ومن بعد كنا نلبسوا هذاك الماسك هذاك الماسك حمانا من الكورونا بس حمانا كذلك من الفيروسات الاخرى ومن بعد كي نحينا الماسك نحيناه بصفه يعني كبيره وجماعيه ما طورناش في هذوك العامين لي زونتيكور باش نحافظوا على كي فيك دو كي نحيناه ولا جينا صديق المناعه تاعنا ما تطورتش بزاف في هاد العامين بارادوكسالمون اون سي بروتيجي دو كوفيد مي اون سي با ايمونيزي كونتر لي فيروس تاع لا غريب تاع لو روب دونك كي نحينا سوبيتمون خاطرش عندنا واحد بعض الشهور ولينا نحيناه كاع واحد مره يلبسوا دونك ولينا اكثر عرضه للزكام خاطر ما مونا با ديفلوبي بوندون لي دو زون هادو لي زونتيكور تاع سي بور سا رانا نشوفوه من عندي انا في العياده من شهر لهنايا عدد كبير تاع المرضى اللي جاهم الزكام في بادئ الامر كنت ندير لو تيست هذاك في العياده كيجيني واحد يسعل والحمام نخاف نقول بالك كوفيد بصح لو تيست نيجاتيف ويجيوك من مختلف الاعمار دكتوره مختلف الاعمار من لي نوريسون بيبي جي روسو دي نوفوني كامل نوفوني نوريسون انفون بازاج ادولت كبار كل الاعمارات حوامل نساء بعد نفاس يعني شفت كلش الحاجه المليحه يفو ديغ اوسي باسكو لازم نكونوا حنا اوبتيميست شويه سيكو هو اقل خطر من واش شفنا من الكوفيد لازم نطمنوا شويه الناس الاعراض تشبه بزاف للكوفيد وشنو سي بوكو موان غاف.